مرحبا، معكم راميا من منظمة المستأجرين في فيكتوريا. سوف نتكلم اليوم عن تقارير الحالة أو ما يعرف ب condition reports. يعتبر تقرير حالة المنزل المستأجر من أهم الخطوات التي يجب أن تقوم بها كمستأجر، ويتم ذلك مرة في بداية الإيجار ومرة أخرى في نهايته كسجل موثق لحالة المنزل التي كان عليها عند الانتقال وعند الإخلاء. وتكمن أهميته أنه يمكن أن يساعد في حمايتك من أي ادعاءات بأنك لم تترك المنزل نظيفاً بما فيه الكفاية، أو ربما تسببت في بعض الأضرار أثناء وجودك فيه. قبل أن تنتقل يجب أن تعطى التقرير الذي تم ملؤه من قبل مقدم الإيجار أو ما يعرف سابقاً بالمالك أو من وكيله، حيث يكون لديك الفرصة لملئه بدورك وإضافة تعليقاتك الخاصة إذا كنت لا توافق على ما وضعه مقدم الإيجار أو الوكيل. لديك 5 أيام من بداية اتفاقية الإيجار لاستكمال تقرير الحالة وإعادته. ننصحك بتفقد المنزل غرفة غرفة، بما في ذلك التحقق من صلاحية عمل جميع الأجهزة مثل المدفأة، مكيف الهواء أو ربما الماء الساخن وغيرها. يمكنك أيضا إضافة الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن أن تلعب دورا مهما في عرض أي من المشاكل الموجودة. من الأفضل أن يكون لديك الكثير من الصور، التقط صورا قريبة وصورا أخرى عن بعد. القليل من العمل الإضافي لملء هذا التقرير بشكل صحيح في البداية يمكن أن يوفر لك الكثير من المال في وقت لاحق ومنع أي نزاعات محتملة لاسترجاع السند. بالإضافة إلى الإدلاء بتعليقاتك الخاصة في تقرير الحالة، يمكنك أيضاً التقدم بطلب إلى المحكمة المدنية والإدارية في فيكتوريا أو ما يعرف بفيكات لمطالبتهم بتعديل التقرير إذا كنت تعتقد أنه خاطئ أو غير مكتمل، وذلك عن طريق تقديم طلب في غضون 30 يوم من بدء الاتفاقية. هذا يمكن أن يساعد في حمايتك إذا كان مقدم الإيجار سيقدم دعوى ضدك في وقت لاحق لضرر ما في المنزل قد كان موجودا قبل أن تنتقل إليه. يجب أن يكون تقرير الحالة الذي تم إعطاؤه لك قد تم إنشاؤه باستخدام النموذج على موقع كيف، اللي هو موقع شؤون المستهلك. يجب أن تحصل على نسختين ورقيتين أو نسخة إلكترونية واحدة. يجب الاحتفاظ بنسخة قبل إعادته ونسخ من أي صور أو فيديو التقطته. إذا لم يتم إعطاؤك تقرير حالة قبل الانتقال، يمكنك إكمال واحدة بنفسك باستخدام النموذج على موقع شؤون المستهلك. أما بالنسبة لتسجيل الإصلاحات، إذا وجدت أي شيء يحتاج إلى إصلاح اكتبه في التقرير، يمكنك الاعتماد عليه كدليل مكتوب عند الإبلاغ عن الإصلاحات. أما عن ملء بالنسبة لملء التقرير، فهنا لدينا الصفحة الأولى. يجب إدخال أولا التاريخ والاسم الكامل بالإضافة إلى العنوان، وفي الصفحة التالية هنا لدينا جدول يتضمن تحديد حالة الأشياء المذكورة إذا كانت نظيفة سليمة أو تعمل جيدا. مثال على ذلك المدخل الرئيسي للمنزل أو حالة الجدران، وهناك كما ترون العديد من الأشياء المذكورة. وأيضا يمكنك إيجاد تعليقات مقدم الإيجار، وكما ترى لديك الحق في أن توافق أو لا على ما ذكره مقدم الإيجار، وبإمكانك إضافة تعليقاتك الخاصة مع خاصية إرفاق الصور والفيديوهات إلكترونيا، أو طبعا يمكنك تسليمها باليد أو إرسالها عبر الهاتف أو الإيميل. أما في هذا القسم فيجب تحديد ما إذا كانت خدمة الهاتف والإنترنت متوفرة بالإضافة إلى الشبكة الوطنية للنطاق الواسع MBN وتواريخ فحوصات السلامة مثلا الغاز أو الكهرباء. وآخر خطوة هي التوقيع مع تحديد التاريخ.
عند الانتقال من المنزل، عند الانتقال طبعا نسيك بالتقاط صور ومقاطع فيديو إضافية تظهر حالة المنزل في نهاية الاتفاقية. بعد إرجاع المفاتيح سيقوم مقدم الإيجار أو الوكيل بملء تقرير الحالة نفسه من وقت انتقالك. يتعين عليهم القيام بذلك في غضون 10 أيام من تاريخ مغادرتك، وعليهم إعطاؤك فرصة التواجد عندما يتم ذلك. ننصحك بالذهاب إلى هذا الفحص فقط للتأكد من صحة الإجراءات، وأيضا بإمكانك الإدلاء برأيك. ليس من الغير المألوف أن يطلب منك القيام بتنظيف إضافي بعد أن تنتقل، ليس عليك أن توافق، ينص القانون على أنه عليك ترك العقار نظيفا بشكل معقول وإعادته بنفس الحالة التي حصلت فيها عليها، باستثناء أي تآكل وتمزق من الاستخدام اليومي يمكن أن يرفع النزاع إلى فيكا التي يمكنها أن تحسم المسألة بشكل عادل. شكرا لكم على الاستماع، وللمزيد من المعلومات حول الحالة التي يجب أن تكون عليها تكون فيها ممتلكاتك عند الانتقال، وحول استعادة سندك راجع صفحتنا على الإنترنت.